طبعاً عاوزين تعرفوا إيه اللي حصل ووصلنا لكده. أنا هحكي لكم الحكاية من الأول. حاسب يا حسونة، هتتخبط كده. بطل بقى يا فارس. أني الحاج عليا أني بساعدك. لا يا حبيبي، انت عاوز نخسر عشان تقولي هتدوري؟ يا باي عليك. بعدين بقى يا فارس، اهدى مال وريح نفسك، انا مش هخسر قبل ساعتين تلات. انا حريف، ده انا حسونة حريف عشان ما بتعملش حاجة غير انك بتلعب طول الوقت. واحنا المفروض يا حسونة جايين النهاردة عشان نلعب سوا، مش تلعب لوحدك واحنا نتفرج عليك. يا سلام، طب ما انت بترسم واحنا قاعدين نتفرج عليك، ما اشتكيناش يعني. ولو بتتفرج عليا صحيح، قولي انا رسم ايه. لما خلص لعبة هبقى اقولك. انت مش بتقول حريف، يعني تقدر تبص بسرعة للرسمة تعرف هي ايه وترجع تلعب من غير ما تخسر. طبعا اقدر، امال ايه. عجبك كده؟ اديني كسبت اهو. واني كسبت اني هلعب الدور ده. ايه ده ايه الرسمة العجيبة دي؟ انت راسم كل واحد فينا لوحده ليه؟ عشان هي دي الحقيقة يا حسون، احنا صحيح قاعدين مع بعض في مكان واحد، بس كل واحد مننا بيعمل حاجة لوحده. لا، انا وفارس بنعمل نفس الحاجة وبنلعب نفس اللعبة. بس اللعبة دي للأسف ما ينفعش تلعبوها سوا، لازم كل واحد يلعبها لوحده. وانا نفسي نرجع نلعب الالعاب اللي احنا كنا بنلعبها زمان مع بعض. قاعدين تتكلموا لحد ما خلتوني مش مركز وخسرت اهو. معلش يا حسونة، كفاية كده، خلينا نلعب شوية مع بعض وبعدين نلعب بيه لوحدك في البيت. ماشي يا بكار، بس دي لعبة ايه اللي هنلعبها سوا بقى؟ استغماية. يعني انت كمان صاحي طول الوقت ده وعامل نفسك نايم وسايبنا؟ بالعكس، انا ما سبتكوش ولا ثانية. يا سلام، انا سمع كل كلمة قلتوها وقاعد افكر في لعبة نكون ما لعبناهاش من زمان وفي نفس الوقت ينفع نلعبها كلنا. ها قلتوا ايه؟ موافقين. موافق طبعا. لازم نستخبى في أغرب وأبعد مكان ما يفكروش فيه أبدا. غريبة، أنا إزاي ما خدتش بالي من المكان ده قبل كده؟ ده كشك ولا كوخ ولا صندوق ولا إيه ده بالظبط؟ بس تعرف يا رشيدة، ممكن يكون أحسن مكان أستخبى فيه من حسونة وهمام. بيه وطي صوتك، لو سمونكي هيعرفوا مكاننا. ده هنخش جوا زي ده؟ كويس، تعالي يا رشيدة. ياه، ده مليان حاجات كتير. احنا نقعد على جنب بدل ما نكسر حاجة من الحاجات اللي احنا مش شايفينها دي ولا عارفين هي ايه اصلا. ده احسن مكان استخبيت فيه من يوم ما لعبت استغماية. تفتكري بقى ان فارس عرف يلاقي مكان صعب يستخبى فيه؟ اكيد لا. طبعا لقيت مكان صعب. خدتني يا فارس، مش تقول انك هنا. انت فاكر ان انت بس اللي بتعرف تستخبى؟ انت فين؟ مش شايفك. انا هنا هو، افتكرتك في الاول حسونة ولا همام، قلت ما طلعش صوت خالص علشان ما يعرفوش اني هنا. طب اطفي النور ده ووطي صوتك. مادام انا وانت فكرنا نستخبى في نفس المكان، يبقى اكيد هم هيفكروا ان احنا مستخبيين فيه.